نجا وزير السياحة الأسبق ورئيس شركة كبران السابق نبيل الفقي من محاولة اغتيال برصاص أحد المسلحين بالعاصمة صنعاء، وأوضحت مصادر مقربة من الفقي إن أحد الأشخاص قام بإطلاق النار على سيارة الوزير الأسبق الفقي ظهر اليوم أثناء مروره بشارع حدة. وقالت تلك المصادر إن الفقي أثناء عملية إطلاق النار أسرع بسيارته ما أبعد عنه طلقة الرصاص التي حاول المسلح استهدافه بها.